ايوه يا فضل الشيخ، في حديث اللي هو من حق الزوج على زوجته، يعني ان هو لو بقرحة. الحديث ده والله الحديث ده هذا الحديث انا متراجع عن تحسيني، فالان وبعد مراجعتي مرات ومرات الان الحديث اراه ضعيفا. طيب هل يجوز مثلا، ممكن هل يجوز لو في اخت او حاجه تقول مثلا يعني الحديث ده ضعيف واصلا الالفاظ بتاعته منكره، ازاي الرسول يقول لحد؟ انا قلت لك من ناحيه السند في رجال لا يرتقي حديثهم الى التحسين. ايوه انا قصدي يجوز يعني استنكار الالفاظ الحديث الضعيف؟ لا انا لم ابني على استنكار الالفاظ الان، انا قلت لك بنيت على رجال الاسناد. انا بنيت على رجال الاسناد، استنكار الالفاظ احيانا يحملنا على البحث بدقه في الحديث. يعني استنكار الالفاظ احيانا يحملنا على البحث بدقه والتفتيش بدقه في الحديث. مثلا صحح بعض الفضلاء حديثا في شان البقر قال لحومها داء والبانها دواء وسمنانها شفاء. عندي من النصوص من الكتاب والسنه ما يخالف شيئا من ذلك، ما يخالف لحومها داء من كتاب الله، فرغ الى اهله فجاء بعجل سمين، أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج بينت من البقر اثنين. عندنا أن الرسول ضحى النساء بالبقر، فهذه حملتنا على مراجعة الحديث بدقة. إذا رجع الحديث بدقة بنظر في الرجال، ليس نظرا في المتن الآن فقط، إنما نظر إلى الرجال، وجد أن لفظة لحومها داء ضعيفة جدا لا تثبت. العالم وهم لما وجد شهيدا للفظة البنها شفاء، البنها دواء وسمنانها شفاء، ظن أن الشاهد للمتن كله والشاهد إنما لفقرتين فقط. فالتضعيف لحديث لو كانت به قرحة لحستيها الآن من أجل بعض رجال الإسناد فيهم كلام ولا يتحملون هذا المتن. هي بس السؤال، هل الاخت اللي قالت الكلام قالت مثلا ازاي الالفاظ دي، هل عليها ذنب؟ يعني هي عملت ذنب لما استنكرت الالفاظ بتاع الحديث الضعيف؟ هي كانت تعرف انه صحيح ولا ضعيف؟ لا كانت تعرف ان هو ضعيف. ضعيف خلاص لا شيء عليها. ماشي، جزاكم الله خير. وياكم، السلام عليكم.